ماذا تصنع المرأة الحائض التي حان وقت سفرها ولم تؤدي العمرة؟ ماذا تصنع المرأة الحائض التي أحرمت العمرة وحان وقت السفر ولم تطهر ولم تؤدي العمرة؟ ما تسافر إلا ما أديت العمرة، لأن من دخل في نسك يجب عليه إكماله. وأتم الحج والعمرة لله، أتم لابد من هذا، لابد من إتمام الحج والعمرة، فلا تسافر إلا بعد أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها.